نوفمبر 2018 بيبر 2 فاريانت 1. وبيقول السؤال ال 30 بيقول لي ذا تيبل جيفز داتا فور 4 ديفرنت الكتريكال ديفايسز، مين اللي عندها اعلى باور؟ يا جماعه على فكره السؤال بسيط، يا سؤال له علاقه ان هل حضرتك عارف ان الباور ايكوال اي في الكرنت تايمز الفولتج؟ فهتبدا تضربهم في بعض يا جماعه، تضرب ال 12 في 3 يطلع لك 36 واط، تبدا تضرب ال 110 في ال 0.4 تطلع لك 44 واط، تقدر تضرب ال طبعا ال 400 كيلو فولت which is 400 ألف فولت تايمز ال 0.1 ملي امبير which is 0.1 على 1000 امبير، تمام؟ طبعا ما تنساش انك انت تحول دي، تطلع لك في النهايه 40 واط. تضرب ال 240 في تطلع لك 48 في ال 0.2 تطلع لك 48 واط. اذا هتلاحظ ان اعلى باور عندك يا جماعه هو دي، اذا هي just P equals IV دي إجابة هذا السؤال.